أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل وفيها. أردوغان في السعودية عشية قمة مصرية سعودية مرتقبة في الرياض. طيلة هذه السنين اللي مرقت لم يتسنى لأي مجلس من المجالس بكل العهود تنفيذ هذا المجلس. مرأب ساحة التل في طرابلس قلة ترفض إقراره وأكثرية تصر على تنفيذه. الأكراد يواصلون تقدمهم في الحسكة على حساب داعش ودمستورة في دمشق لتفعيل خطة تجميد القتال في حلب. صباح الخير. تستقطب العاصمة السعودية الرياض اجتماعات مكثفة تبحث في الملفات الساخنة في المنطقة، فبعدما استقبلت خلال الأيام الماضية زعماء عرب وتستقبل الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي، على أن يصلها في الأيام المقبلة وزير الخارجية الأمريكي جون كاري. ثلاثة أيام تستمر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة العربية السعودية، يبدأها من مكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة ومن ثم المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف، على أن ينتقل الاثنين إلى الرياض للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ويبحث معه في قضايا ثنائية وإقليمية ودولية. في اليوم الثاني من وجود أردوغان في المملكة يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة رسمية، ولكن يستبعد أن يلتقيا معا على أرض السعودية. زيارة السيسي الأولى إلى المملكة بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم تهدف إلى تعزيز ودعم العلاقات الثنائية والبحث في المستجدات الإقليمية وسبل تداركها لتلافي أثارها السلبية على أمن منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر. في الأسابيع الخمسة الماضية شكلت العاصمة السعودية مسرحا لحراك سياسي ودبلوماسي قياسي تزامن مع تطورات متصاعدة شهدتها أكثر الملفات سخونة في المنطقة، بدءا من الأزمة اليمنية والأوضاع المتدهورة في العراق وسوريا وليبيا ومكافحة الإرهاب والمفاوضات المعقدة بشأن الملف النووي الإيراني، إضافة إلى القضية الفلسطينية. هذه الملفات التي تزامنت أيضا مع تكثيف النشاط الإقليمي والدولي في مواجهة تنظيم داعش لا يختلف اثنان على أنها شكلت محاور بارزة في المحادثات التي أجراها العاهل السعودي مع ضيوفه الذين تقاطروا من مختلف دول العالم إلى المملكة منذ 27 من كانون الثاني الفائت، وهو ما اعتبره مراقبون صورة عن السياسة الخارجية السعودية في عهد الملك سلمان ووجها من أوجه عمله على توسيع دور بلاده في حلحلة الملفات ومعالجة القضايا. وإضافة إلى محادثاته مع أردوغان والسيسي شملت لائحة لقاءات العاهل السعودي الأخيرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة، إلى جانب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز. هذا الحراك المكثف باتجاه المملكة العربية السعودية يؤكد مرة جديدة ثبات مواقف الرياض تجاه مختلف قضايا المنطقة والعالم في عهد الملك سلمان، ويؤكد أن المملكة تشكل رأس حربة في حل أكثر الملفات سخونة وحساسية. محليا، أفادت الوكالة الوطنية للأعلام مساء أمس عن سقوط قذيفتين في محيط تلة الحمرة في رأس بعلبك من دون تسجيل أضرار. سياسيا، أوضح رئيس الحكومة تمام سلام أنه ما زال يتابع التشاور مع الأفرقاء بخصوص مسألة آلية عمل الحكومة، متوقعا أن تظهر النتائج في اليومين المقبلين. أضاف سلام لصحيفة الحياة: من البداية قلنا إننا مع الدستور الذي يعطي الخيار الأول للتوافق، ونص الدستور لم يأتي عن عبث، فديمقراطيتنا وميثاقنا توافقيان، والأمر جزء من مقارباتنا للأمور وفق المادة 65 من الدستور. ورأى سلام أن تسيير أمور البلد في ظل الشغور الرئاسي يأخذ طبعا استثنائيا، ومن المهم أن لا يتجمد مثل ما هي مجمدة الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن ما نقوم به هو مراجعة الموقف لنضع حدا نهائيا للتعطيل. زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري نقلوا عنه لصحيفة النهار تجديده الدعوة إلى الالتزام بالدستور، وأشاروا إلى أن رئيس المجلس
كان قد أبلغ هذا الموقف إلى رئيس الحكومة في لقائهما الأخير، متمنيا عليها الدعوة في أسرع وقت ممكن إلى عقد جلسة للحكومة، لأن التوافق هو الأساس وهو الذي يسير البلاد وشؤون الناس. أما الذين يدعون للحفاظ على حقوق أو يدعون الحفاظ على حقوق المسيحيين أو المسلمين فليخيطوا بغير هذه المسلة. أضاف بري أمام زواره إن الاحتكام إلى التوافق وكما نص عليه الدستور لا ينتقص من صلاحيات الرئاسة أو من موقعها، في حين أن مخالفته هو بمثابة مخالفة للدستور. وزير الأعلام رمز الجريج أعلن من جهته أن الأمور تتجه إلى الحلحلة، متوقعا انعقاد جلسة وزارية نهاية الأسبوع المقبل أو مطلع الأسبوع الذي يليه. وأكد جريج في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن كل الأفرقاء يدعمون موقف الرئيس سلام الحريص على ملء الشغور الرئاسي وفي الوقت نفسه على عدم تعطيل العمل الحكومي، واعتبر أن الحكومة يجب أن تعمل بحضور أو بغياب الرئيس، لكن لا شك يجب أن تأخذ بالاعتبار شغور سدة الرئاسة. وقال آلية عمل الحكومة يجب أن تعتمد على تحقيق الاتفاق بين المكونات الرئيسة، بما لا يعني أنه يجوز لكل وزير ممارسة حق الفيتو. ومن عين التين دعا حزب التشناك إلى عدم استغلال التوافق كذريعة لتعطيل عمل الحكومة. تعطيل عمل الحكومة وتمدد شغور رئاسة الجمهورية مواضيع حضرت في لقاء الرئيس نبيه بري مع وفد من اللجنة المركزية الجديدة لحزب التشناق برئاسة الأمين العام الجديد النائب أجوب بكرادونيان، حيث تم البحث في موضوع فعاليات ذكرى إحياء مئوية إبادة الأرمن. الآراء كانت متطابقة بموضوع التوافق بشرط أن لا يستعمل التوافق كذريعة للتعطيل. أولوية الأولويات هي انتخاب رئيس الجمهورية. الرئيس بري تناول مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الانتربول الوزير السابق الياس المر آخر التطورات والأوضاع في لبنان والمنطقة. حمل النائب جمال الجراح مسؤولية تعطيل عمل الحكومة للذين يعطلون الانتخابات الرئاسية. أكد عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح أن الفريق الذي يعطل انتخابات الرئاسة ويعطل أعمال الحكومة هو الفريق ذاته الذي ذهب إلى سوريا ليقاتل الشعب السوري إلى جانب النظام تنفيذا للأجندة الإيرانية. كلام الجراح جاء خلال أحياء منسقية دريب في تيار المستقبل الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري بحضور نواب المنطقة وفعالياتها. رئاسة الجمهورية معروف من معطلة، وهلأ عم نسمح للي عم بيعطلوا انتخاب رئيس جمهورية انه كمان يعطلوا عمل الحكومة عبر انه نعطيهم فيتو. اي واحد منهم بيقدر يعطل عمل الحكومة. وصل الحكومة ثلاث اسابيع ما اجتمعين، لانه هاي الالية اللي موجودة هلأ بالحكومة ما بتقدر تنجز اي شيء، لا على صعيد الانماء ولا على صعيد الاعمار ولا على اي صعيد. الجراح تطرق إلى محاولة إلباس المسلمين والطائفة السنية ثوب الإرهاب والذي هو صنيعة النظام السوري والمالكي في العراق، مشددا على أن دين الإسلام هو دين رحيم ومتسامح، وقال يحاولون أخذنا إلى أماكن ليس لنا فيها مكان، وهذا يستدعي المزيد من الوعي والمزيد من التبصر والحكمة. مشروع المرأب في ساحة التل في طرابلس بين الموافقة والاعتراض والإصرار على التنفيذ، فما حقيقة ما حصل في اجتماعات المجلس البلدي؟ التقرير لرشا الحلبي. هنا في وسط المدينة سينفذ مشروع المرآب وفق مخطط توجيهي يراعي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمنطقة التل ومحيطها. إذن المرآب في ساحة التل ليس وليدة اللحظة، بل بدأ البحث به منذ تسعينيات القرن الماضي، فالمجالس البلدية المتعاقبة منذ ذاك التاريخ أولت أهمية خاصة لدراسة المشروع فضلا عن محاولات عديدة لتلزيمه وتمويله، ولكن الموافقة بقيت معلقة حتى صيف العام 2010 حينها وافق المجلس البلدي بالإجماع على السير بالخطة التي تتضمن ثلاثة مشاريع للسير بينها مشروع المرآب. الجلسة ما قبل الأخيرة للمجلس شهدت عرض بند يطلب الموافقة على إسقاط عقارين من الأملاك البلدية الخاصة إلى العامة بغية إقامة مرآب في وسط التل. رفض
اسقاط العقارين بهذيك الجلسه، وتمادينا باخذ القرارات الى رفض المشروع بكامله. انا برايي نحن تراجعنا عن هذا الخطا. خطا اولا بانه ما بيحق لنا نحن نرفض مشروع سبق واقريناه بعده مجالس. بدل ما اعمل هالثوره هي كلها سوا على اني اعمل مشروع، لا، اعمل هالثوره كلها سوا اني صحح مسار تنفيذ. نحن طلبنا من مجلس الماء والاعمار انه هذا الباركينج اللي عم ينعمل يكون قادر يرجع يحمل فوقه الصرح يلي التركي العثماني. هذا الواقع قوبل بالحديث عن وقوف مشروع المرآب في وجه إقامة قصر طرابلس للثقافة والمؤتمرات الممول من الحكومة التركية، الأمر الذي نفته السفارة التركية في لبنان. كسفير وكوزارة خارجية يطبع لها ليس لديهم أي تعليمات حتى هذه الساعة في هذا الموضوع، وهذا صحيح. وكما نعلم فإن الهبات لا تفرض بل تطلب. قالوا تقدموا بطلب رسمي وأوقفوا المشروع البديل. أصحاب المحال والتجار في ساحة التل استغربوا الحملة المعارضة لإقامة المرآب. نحن اليوم حننتفع كثير كتجار، لأن اليوم التنظيم الشارع حيكون أفضل، السيارات السيركوليشن حتتزبط كلياتها. كثير من الناس اللي بنعرفهم نحن واللي ما بنعرفهم تلاقوا محل يصفوا هون تينزلوا ولا ليشتروا بالمحلات هون، ما بيلاقوا محل. بينعش طرابلس كلها، بالأخص منطقة التل عندنا هون بحجة، يعني هلا برمي التل كليته ما بتلاقي موقف. ويهدف المشروع إلى تخفيف ازدحام السير في وسط المدينة واستيعاب الزائرين. رشا الحلبي، تلفزيون مستقبل. تتابعونا بعد الفاصل في النشر. ختموا معمل بسكويت بالشمع الأحمر لمخالفته المعايير. توقعت أوساط أهالي العسكريين الرهائن لصحيفة الحياة يكون الوسيط القطري يحمل معه أسماء 48 سجينا في رومية، ورجحت الأوساط أن تكون الجهود التي بذلت بالتزامن مع المفاوضات لإقناع الخاطفين بخفض عدد السجناء في السجون السورية الذين كانت طالبت بإطلاقها قد نجحت، لافتة إلى أن الأسماء واردة ضمن المطالب التي سلمت إلى الوسيط القطري. وتتحدث مصادر من الأهالي عن مساعدة قطرية في الملف لجهة موافقتها على دفع فدية لفك أسر العسكريين بعد مفاوضات موازية مع الخاطفين لخفضها أيضا. أمام المتحف الوطني وقصر العدل في بيروت طالب الملكون القدامى بضرورة تعديل المواد المبطلة لقانون الإيجارات. في التاريخ الذي يصبح فيه قانون الإيجارات نافذا، نفذ ملكو الأبنية والعقارات اعتصاما أمام المتحف الوطني احتجاجا على التعديلات على قانون الإيجارات، رفعوا خلاله شعارات تطالب بتنفيذ القانون، كما طالب المعتصمون بتعديل المواد المبطلة لتتوافق مع قرار المجلس الدستوري الذي قضى بدستورية قانون الإيجارات، وأكدوا أنهم لن يرضوا بأي تعديل آخر. وهاجم نقيب المالكين جوزيف صغيب بعنف بعض النواب متهما إياهم بأنهم متمردون ولا يمثلون كتلهم التي صوتت إلى جانب القانون. نحن منطالب برفع نسبة البدل المثل ل 8% عالميا، النسبة 12% سنويا. كفوا أيديكم عن قانون صدر ولا تتركوننا نتوافق على تطبيقه مع المستأجرين الشرفاء. إن عدلتم هذا القانون فسوف نطعن أمام المجلس الدستوري بتعديلاتكم الباطلة والظالمة. كما كانت مداخلة لرئيس تجمع مالكي الأبنية باتريك رز الله، شرح فيها معاناة المالكين وطالب بأن تكون الزيادة بنسبة 25% والتمديد لتسع سنوات ومنع توسيع مروحة الصندوق. بعد ذلك توجه المعتصمون بمسيرة حاشدة نحو قصر العدل. بعد نجاح إصدار سندات الخزينة بالعملة الصعبة اليورو بوند، رأى خبراء اقتصاديون أن الخطوة تدل على ثقة المستثمرين بالسوق اللبناني. التقرير لباسل الخطيب. الواقع الاقتصادي الصعب والمتراجع لم يمنع من نجاح إصدار سندات الخزينة بالعملة الصعبة اليورو بوند بقيمة 2.2 مليار دولار الذي سوقه كل من وزارة المال ومصارف سوسيتي جنرال، بلوم بانك وسيتي بانك. كان عامل ثقة مهمة للدولة اللبنانية أنه يكون في هيك حجم اكتتاب،
وهو سبب أيضا النجاح لسبب سياسة لبنان النقدية والمالية والمصرفية، وخصوصا حكمة أكيد حاكم مصرف لبنان. عدة عوامل ساعدت على نجاح الإصدار. البنوك فضلوا أنه يستثمروا بفوائد بسندات الخزينة مع مصرف لبنان، هيك فوائد آمنة ما عندها أي ريسك مع أي زبائن بالنسبة لوضع بيروت وقت الحاضر. وكمان في طلب من الخارج، والخارج بنعرف انه وضع البنوك الاوروبيه والازمات الاقتصاديه باوروبا اكيد كمان هجموا على سوق بيروت يلي دائما لبنان معروف ما بحياته وقف وما دفع المستحقات عليه. كما ان تصنيفه لمخاطر لبنان الائتمانيه لم يؤثر على اقبال المستثمرين الاجانب. هن بهمهم الفائده العاليه، والمعروف انه لبنان عم يدفع دائما انه مستحقاته، في عنده ثقه بلبنان ويجوا على لبنان. طالما وزاره المال كانت بدها بحاجه لمليار، طلب بحجم المليار وشافت الحجم انه طلب 4 مليار و900 مليون، انا برايي كان مفروض توقف على المليار وترجع بعد 15 يوم تعمل اصدار ثاني بفايده اقل. يعني بس هي الطريقه الملاحظه اللي عم بقولها، انه بس لحتى نعمل وفر للخزينه اللبنانيه ممكن 40 او 50 نقطه. مهما كان الطلب فلا شك ان الاصدار اعتبر الانجح منذ دخول لبنان الاسواق الماليه في التسعينات، ويعكس الثقه بالقطاع المصرفي والمالي. وضع وفد من كشافة لبنان المستقبل إكليلا من الزهر باسم النائب بهيج الحريري على النصب التذكاري للشهيد معروف سعد. بتوجيهات من رئيسة جمعية كشافة لبنان المستقبل النائب بهيج الحريري، قام وفد من الجمعية بوضع إكليلا من الزهر باسمها على النصب التذكاري للشهيد المناضل معروف سعد في محلة البوابة الفوق في صيدا لمناسبة الذكرى 40 لاستشهاده، وقرأوا الفاتحة لروحه بعدما أدوا التحية الكشفية. دائما صيدا نحن بنعرف أنه هي ولادة، وقدر العطاء قدمت الشهداء الكبار من ابتداء من الرئيس رياض الصلح لمعروف سعد للرئيس رفيع الحريري اللي هو استشهد بهالفاجعة الكبيرة اللي استهدفت لبنان، من أجل كمان نفس الأهداف اللي هو استشهد من أجلها الرئيس معروف سعد. من جهته رئيس المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري عدنان بلولي ثمن عاليا هذه المبادرة الكريمة من النائب بهيج الحريري، لافتا إلى أن ذلك ترسيخ لوطنية مدينة صيدا ووحدتها. دهم موظفو وزارة الصحة يرافقهم عناصر من مفرزة زحل القضائية معملا لتصنيع البسكويت في بلدة كفر زبد البقاعية، حيث تبين أنه غير مطابق للمواصفات الصحية، وعلى أثره أقفل المعمل بالشمع الأحمر لحين استيفائه الشروط الصحية المطلوبة. بعد الفاصل في النشرة. محكمة مصرية تصنف حركة حماس جماعة إرهابية. نواصل تقديم النشرة. طرد المقاتلون الأكراد مسلحي داعش من بلدة تل برك بعد سيطرتهم على تل حميس بالقرب من مدينة الحسكة السورية، وذلك بعد اشتباكات ضارية بين الطرفين. إلى ذلك سيطرت قوات النظام السوري مدعومة بعناصر من حزب الله على قرى وتلال عدة في المثلث الواقع بين ريف درعا ودمشق والقنيطرة بعد معارك عنيفة مع الثوار. إلى دمشق وصل الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دمستورا بهدف دفع مبادرته المتعلقة بتجميد القتال في حلب، تزامنا شكلت المعارضة السورية لجنة للتواصل مع دمستورا بشأن خطته، في حين أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة أن النظام متهالك ولا تراجع عن هدف إسقاط بشار الأسد. شن انتحاريون ومقاتلون من تنظيم داعش هجمات على أهداف في مدينة سامراء شمال العراق قبل العملية التي كانت تعدها القوات العراقية لطرد عناصر التنظيم من معاقلهم القريبة على نهر الفرات بما في ذلك مدينة تكريت. ونشر التنظيم شريط فيديو لعملياته في سامراء التي بدأها بتفجير انتحاري مزدوج في شمال المدينة وتفجير مركبة ملغومة في جنوبها. قضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة بإدراج حركة حماس كجماعة إرهابية، الأمر الذي قالت حماس إنه بمثابة تصعيد خطر وهو عار كبير يلوث سمعة مصر. من جهة أخرى قضت محكمة الجنايات بإعدام 4 من جماعة الإخوان المسلمين والمؤبد بحق 14 آخرين من قياداتها، بينهم المرشد العام محمد بديع ونائبه خيرة الشاطر، بعد إدانتهم بقتل متظاهرين في العام 2013.
حذر نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من مغبة تقسيم اليمن، معتبرا أن هذا الأمر لن يصب في صالح أي طرف في المنطقة. يأتي ذلك في وقت قلل الحوثيون من أهمية قرار السعودية والكويت والإمارات والبحرين نقل سفاراتها من صنعاء إلى عدن التي يتخذها الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي مقرا مؤقتا له. هذا وسجلت تظاهرات حاشدة في كل من صنعاء وتعز وإب رفضا لانقلاب الحوثيين على السلطة ودعما لهادي. غدا اغتيال المعارض الروسي البارز بوريس نيمتسوف أمام مقر الكرملين في موسكو، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعل كل ما يلزم لكي ينال منفذو هذه الجريمة البشعة العقاب الذي يستحقونه. هذه الجريمة التي هزت روسيا والعالم حظيت بموجة تنديد دولية واسعة وسط دعوات لإجراء تحقيق شفاف وإحالة المتورطين إلى العدالة. وجه زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان نداء تاريخيا للانفصاليين الأكراد، دعاهم فيه إلى تنظيم مؤتمر طارئ لإقرار نزع السلاح. جاءت دعوة أوجلان في رسالة تليت باسمه للمرة الأولى بحضور ممثلين عن الحكومة التركية، وذلك بعد توصل الطرفين إلى اتفاق يقضي بإنهاء الكفاح المسلح للأكراد في الربيع المقبل. ونصل في ختام النشرة إلى التذكير بعناوينها: أردوغان في السعودية عشية قمة مصرية سعودية مرتقبة في الرياض. طيلة هذه السنين اللي مرقت لم يتسنى لأي مجلس من المجالس بكل العهود تنفيذ هذا المشروع. مرأب ساحة التل في طرابلس قلة ترفض إقراره وأكثرية تصر على تنفيذه. الأكراد يواصلون تقدمهم في الحسكة على حساب داعش ودمستورة في دمشق لتفعيل خطة تجميد القتال في حلب. تتم النشرة، إلى اللقاء.